واخي بحاجه فريمون لي فهمتي ما عارف واحد راسي يقول لي قول ما تقولش قول ما تقولش قول ما تقولش ما نجي نقولها واجي نقولها لايت فهمتي انا نقول هاد الهضره جو وخاجي نقص منها 90% ديال القصحيه ديالها. اخي بحاجه هي الناس اللي تياخذوا الكريديات اخي بحاجه هي الناس اللي كياخذوا الكريديات وعندهم التزامات وكذا فهمتي لان فريمون يقدر يكون شي نهار ما بغاش يفيق ويجي لقى راسو فايق كيخدم كيتقاتل وكذا ما 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 حاش بحريه التعبير فهمتي باش لان غادي نجرح بزاف الناس فريمون اللي عنده شي كريديه غادي يحس بواحد على خليني فهمتي دايز على هذا الموضوع داير صحي هكا صافي راه الميساج وصل تنوض مع الصباح واش كتخدم اليوم صاحبي باش انت تصوب طوموبيله من انت خدام شي ناس ان ديريكتلي خدام لديك الشركه اللي ديك الشركه اللي خديتي من عندها الطوموبيله راك موظف ديالها بيان سور كنت كتقاتل باش تجي تخلص لهم الفلوس ومالك اخايا شنو داك واش نقعد شنو ركبنا كاع في الطوموبيله هادي ماشي المهم انا على رجلي وغادي نحس فهمتي على حقي داش هادشي الدراري كنبغيكم تحسوا واحد الاحساس ديال 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 كتولي ما كتقرش فيك المدار فريمون فهمتي مريحه هاك الصنيدير انا مريح في الصنداله ولكن راه واحد الحريه ما عندهاش الثمن ما كاينش شوف ما كاينش شي حاجه فوق الحريه اغلى حاجه في العالم هي الحريه جالس بحال هكا صافي طوموبيله هكذا وي درتها كاش كما الطوموبيله راه في المغرب محطوطه غير ولكن ما ولكن راه شاريها فلوسي كاش كامله ما دافعش فيها ما تيتسنانيش شي واحد يقول لي خدم باش تخلص الطريطه اللي عليك خدم باش تخلص الطريطه اللي عليك الشريف واش نسيت راه تبعك الطريطه صاحبي اش هاد الحياه هادي صاحبي اش هاد الحماقه هادي صاحبي واخا نكون كنبغي خدمتها صاحبي راه غادي نمرض في صحتي صاحبي واحد الكريدي كنقبلو نسبيا فهمتي كنقبلو نسبيا هو الكريدي ديال الدار هذا هو اللي ديما مثلا شحال من صاحبي موظف وكذا كيتشاور معايا تيقول لي اشنو بان لك باغي ندير كريدي كذا 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 باغي ندير كريدي ديال الدار والطوموبيل كنقول له الدار الطوموبيل لا الدار غادي دير دابا كريدي غادي دير دابا كريدي مثلا نفترضوا انها تقامت عليك 80 مليون القيمه ديالها من هنا واحد 10 سنين 20 عام غادي تطلع غتقول القيمه ديالها 200 مليون هذا كريدي مزيان هذا الكريدي الثاني نساه لان الطوموبيل هذه تاخذها في من المكازا غادي تاخذها ب 29 مليون هي غادي ديماريها ماشي حتى ديماريها ما محتاجاش ديماريها اصلا واخا تخليها عنده هي غادي تسني هي غادي تسني هذيك الورقه ديال صافي راه راه راك استلمتيها صاير غير قطعتهم داك الشكل ياك صافي غادي تسني مشات القيمه ديالها 30% سير بلاص مثلا الا خرجتي هذيك الساعه باغي تبيعها ما تخرجهاش بيعها انت عنده ما كاينش اللي يعطيك فيها داك الثمن ومن وعاد انت غادي تزيد تاخذها بكريدي يعني راه ديجا القيمه ديالها طلعات على حقاش انت ماشي هي دايره 29 تبيعها لك انت ب 29 اشنو تربح البنك في هذا الصداع هذا وعلاش انا غادي ندير مع الطوموبيله هادي لا على قبل باش نبان سيفه اللان الواعر انت حمار في الاخر فهمتي واش غادي دير فهمتي اش غادي دير على هاد الهضره هادي انت حمار في الاخر باش لان الا كان الهدف ديالك هو باغي تمشي تدرك في الترونسبور غادي دير شي طوموبيله عاديه باش تمشي تقضي الغرض وتسربي وبدل ما تبقى تاخذ كاين شي ناس اللي عندهم فريمون سبب باش ياخذ كريدي الا ما بغيتش التران لان التران تاخرني بغا نتحكم في الوقت ديال نمشي ونجي وخاي الطوموبيله عاديه وكاين اللي تيتعلق باش يتفلق بحال الشريك ديالي فهمتي بحال الشريك ديالي لا خاصنا حديده واعره خاصنا كذا الاستون مارتن هاي 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 فهمتي خاصني الحديد باش نبان واعر اصلا باش ها انت قلتيها هي باش تبان واعر ولكن انت عارف راسك ماذا فكر مسوي حتى حاجه ويقدر يكون واحد عارف راسو واعر وتيبان كحيه ولكن عارف راسو واعر وهذاك هو خونا الخطير اللي خاص تربط معاه البال لان شكون هو اللي واعر واش اللي كيبان واعر ولا اللي واعر لا اللي واعر ماشي اللي كيبان واعر لحقاش بزاف ديال ماذا فكرز كيبانوا واعر فهمتي بزاف ديال الناس من اللي نخرجوا ملي غادي نخرجوا تلقاو بزاف ديال الناس كيبانوا لاباس عليهم وفريمون واحد المضافكر اللي لاباس عليه غادي تلقاو ما تيبانش لاباس عليه وقسما بالله الا راه انت سير مثلا سير قدام شي ليسي ولا قدام شي حي ديال الطبقه المتوسطه غادي بالك خوت لابسين رحل شويه سير الحي ديال الفيلات غادي بالك خوتنا لابسين فهمتي لابسين عادي ومحرتكين غادي بالك خارج هاز طومبله واعره وضرب شي شويرات وكذا وشي صنيدل وتلقى المضافكر فهمتي لابس وكذا
والجين والشراك ومقاد والحالة والعذاب النفسي فهمش قبل ما يخرج كي يقلس بحاله بحال البنت قدام المرايا كي يقلس نص ساعة خوت دونت تيك هاد الهضره هادي بيرسونالي الا جات الا جات الا جات الا جات ضدك لان فهمتي لان هاد الهضره ديال بيتها ماشي زعما الا كانت هاد الهضره هادي جات 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 حتى انت كنتي واخد شي كريدي ولا شي حاجه ما تاخذهاش يعني ما تاخذنيش شخصيا ديك اللعبه ديال هاد خونا هذا سبني هاد خونا هذا عايرني فهمتي ما تاخذهاش شخصيا وعرف كاع اللي تلاقيت معاك وقلت لي راه جرحتيني بديك الهضره غادي نقول لك تنعتذر لك لان انا ماشي مضفكر ماشي راسي قاصح ولا كذا وانما كنقولوا نقدوا واحد الناس اخرين وفريمون نقدر انت تنقد لنا ناس اخرين نقدر انت تجي تقول لواحد الناس اخرين الا ما تمشيش في ديك الطريق اللي انا مشيت فيها وراها العاقبه ديالي ها اشنو كنعيش دابا هو ملي كنجي كنبغي الناس ما كيجينيش الناس فهمتي فريمون هاكو ملي كنجي كنبغي كنعرفوهم هاد الدراري ماشي زعما ملي كنجي كنبغي الناس ما كيجينيش الناس فهمتي هاديك نفع بزاف الناس بدات تبان لي بطوموبيله واعره وتصور عليه وكدا وسميتو نقدر تنقد شي ناس ما حتى هو يجي يقول لي نخدم باش حتى انا نشد الطوموبيله كريدي بحال فلان ندير دار كريدي بحال فلان غادي تنقدو فهمتي ديجا 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 تقول بواحد ما كاينش تقول بجوج ولكن باش نمشي نشري طوموبيله ولا شي حاجه ولا كريدي قال لك العرس فاك العرس الا زعما زعما شي حوايج كتسمع كريدي العرس كريدي قال لك السفر كريدي ديال العيد الكبير المهم شوف هاد الهضره هادي ماشي فور ايفري وان هاد الهضره هادي ماشي مع اصلا يقدر يجي يسمعها واحد يقول هاد خونا هذا كيخرمز مزيان هاد النوع هذا مزيان تستني لان فهمتي بزاف ديال الهضره ماشي كلشي مستعد تستوعبها وماشي كلشي مستعد تفهمها وماشي كلشي غادي تقنعو وماشي كلشي غادي تجي على الكانه وكاين اللي ما يحملكش اي دونت جيف ا فاك من الاخر ولكن فهمتي هاد الهضره هادي كاين واحد جينيراسيون طالعين هما في الاخر علاش مزيانه يا كاع فهمتي هما في الاخر علاش حتى الاسلوب ديال الهضره راه هاد الهضره هادي ما تندوش مع الناس الثلاثينات لان لا 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 لا, لا, لا كنت كندوي مع الثلاثينات ما ندوش بهذا الاسلوب هذا ولا اجي نولي فهمتي اجي ما نقنعهمش وما يدوهاش فيا اصلا تقول هاد خونا هذا منحط وهاد خونا هذا فهمتي الطريقه باش كيدوي لا تصلح واصلا الا كنت جالس مع الناس الثلاثينات ما تيكونش هذا هو الاسلوب ديالي ناس الربعينات اسلوب اخر ناس الخمسينات اسلوب اخر ما تجي كما كنقول اللايفات وداكشي ديالي كاين عندي واحد الشريحه وهاد الشريحه هما اللي جايين الشريحه هادي هما اللي غادي ياخذوا من بعد كلشي فهمتي هاد الشريحه هادو هما ولادنا خوتنا دوك الدراري الصغيورين دابا هادشي في الفيسبوك وكدا هادو هما من موشين الفيديوهات ديالي بالدرجه الاولى فهمتي لانه ما بغيتيش تزرف نفس التزريفه اللي تزرف الجد تزرفها الباج وتزرفوها الجيل ديالنا حنا الحمد لله ما تزرفش ما عمر كان عندي حتى درهم واحد تيتسالوا ليا شي واحد كريدي ولا تيتسال عندي كريديات بسميت الشركه انا لا اخو انا انسان انا ما نمشي نقول الناس نحط راسي على الوسادة كنمشي اصلا انا جالس كندوي دابا تيجي فيا الناس انت ما 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 ما, ما عنديش مشكل الحمد لله ماشي داك المهم شي حاجه تزرف فيها الجد تزرف فيها البوات تزرف فيها حنا الجيل ديالنا حنا صحابنا وحنا احسن لي ثاني يلا نقول لك انا مزرف ولي تزرفنا حنا وتزرفوا فيها الاخرين الله صاحبي خلي اللي جايين ما يدخلش في ديك الدوامه فهمتي من دابا وضح ليه الصوره وضح ليه الصوره والحياه ديال المادافاكرز انها ماشي قدوه وما يمكنش تاخذوا قدوه وما عندك ما دير بك غير قدوه هو اصلا هي مزرف وغارق حتى الودنين وتيلعب دور البطوله فهمتي غارق كيموت ها تيستنجد في اللحظات ديالو الاخيره اللحظات الاخيره للبطل قبل الموت وانت تيبان لك اني قلتها اللحظات الاخيره للبطل قبل الموت مي انت باقي تيبان لك بطل هو راه شي غرق غادي يموت ما تمشيش اصلا دير بحالو فعلا تيبان بطل ولكن راه اللحظات الاخيره اللي موت البطل ما عندكش دير بحالو حتى انت غادي تموت ما عندك ما دير بداكشي ديال لان بزاف ديال الدراري راه منهم صحابي هاد اللايف هذا غادي يقيسهم هاد اللايف هذا غادي يقيسهم يقدروا يكرهوني يقدروا باقي دونت جيف ا فاك خاص تسمع هاد الهضره خاص يقولوا هادي فهمتي هاد الدراري صحابي الله دخل شويه سير خذ كريدي الطوموبيله يلاه تيبداو يدخلوا سير خذ كريدي الطوموبيله شنو الثقافه هذه ديال الحبس شنو الثقافه هذه ديال 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 علاش واخد الطوموبيله بالطوموبيله باش دي بلاصه بلا ما نبقى نسميهم راه تمشي تاخذ الطوموبيله عاجبه باش دي بلاصه تقضي غير لا طوموبيله باش نبيع
هادي هي الهضره فهمتي تيقول الشغل حاق موبيله فهمتي باش حاق. المهم هي هضره خاويه لان الانسان ديما كيشري بالعواطف وتيبرهن بالمنطق. هادي حتى هي هادي حتى هي ديما حتى هي زيد هادي في حياتك في الماركتينغ ما حد كنت باغي تخدم ماركتر. هادي هي الجمله الاساسيه. الناس ديما كتشري بالعواطف وكتحاول تمنطق. الا قلت لي علاش شريتي ديك الطوموبيله الواعره ما هادشي يقول لك على حقيتاش انا حمار وتزرفت. ما عمرها تقول لك هاد الهضره. يقول لك غير حسيت بواحد المشاعر هاك. هذا هو الحقيقه. حسيت بواحد المشاعر جياشه وتخيلت راسي ديز فراس الدريبه ديك الطوموبيله وشافوني العجيان وشافوني ولاد الحومه وشافوني الخوت اللي ما هادشي الدراري ما كنحملهمش وجاتهم الغيره وانا فرحت وبنت واعر. هذا هو السيناريو ديال الهضره. هادي الهضره الحقيقيه اللي خصو ما يقدرش يقولها لك. هذا هو الشيء اللي خلاه يشري. هذا هو الهضره اللي خلاته يشري هي هادي. ولكن اش تيمشي يقول لك اصلا دابا هو اللي كنبغيو ندي بلاصه وديك الطوموبيله مزيانه وراه فيها واحد الموتور في راه فيه 2 لتر ولا يقول لك واحد 1.6 لتر واحد المحرك اللي اقتصاد اياه واخا اقتصادي مثلا هي كدا 40 مليون اقتصادي هي كدا 30 مليون ولا 29 ولا 6 اقتصادي يشري شي طوموبيله ب6 كدا بونو كازيون. الا دابا هو البونو كازيون غادي يولي يدير واحد لابونمون مع الميكانيك ودابا اللهم تشري الدوب واخا سيدي الدوب اللي بيشري لك شي داسيا يلا حنا ملي كنديروا الاشاره واحد الشركه فشري لك شي داسيا هكا عادي. لا صاحبي واش داسيا صاحبي واش بغيتي حقرونا ها هو المضفك ها هو خرج من الجحر ديالو فهمتي قال لك داسيا بغيتي حقرونا ها هو الله خرج فهمتي الفكرونا الله يخرج غير رجله وحده باقي. المهم هو ما يخرجش لكش راسو يقدر يخرج لك رجليه كاملين وتشدو منه ولكن راسو ما تشدوش فهمتي. امبوسيبل تشد الفكر فهمتي. وهادي ديما هادي ايفري فاكين داي كنستعملوها ضد البشريه. ايفري فاكين داي كنلعبوا على مشاعر الناس وكنبيعوا لهم وداك الشيء الاخر يمشي هو يتمنطق معاهم يمشي يتمنطق مع راسو من بعد ملي بغي يقنع دوك اللي قال لي علاش شريتي هادي فهمتي. يعني انت كماركتر ما تبقاش تشرح ليه تقول ليه هادي كدا فيها كدا وكدا كدا كدا راه يتعاونك في كداش الصلاه درو هي كتهرس راسك. البني البشر لعب لهم على المشاعر عطيهم اجي شري بلا ما تحمق راسك بلا ما تبقى تصدع راسك وتجلس معاهم واحد جوج ثلاثه وتتحمق راسك فهمتي. هاكا تصنعوا هاكا الماكينه اللي كانت كتخرج هاكا خرجت طبعه وحده هما هادو الا من رحم ربك اللي جمع راس اللي جمع راسه من 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 من, من هاد والله هادي ديما خوضها معاك. البشر كيشريو بالعواطف وعاد تيستعملوا المنطق باش يبروفيو ديك الهضره اللي داك الديسيزيون اللي داروا اللي هي مبنيه على العواطف في الاخر. وضيف عليها فهمتي العرس حتى هو راه كيتخيل راسو داير العرس وكدا وعارض على العائله ونبان انا هو العريس الفتلاني وكدا والف ليله وليله والعماريه والجروب ونجيبو فتلان كمغني ونجيبو فتلان كمغني وفتلانه وكدا ونبان على العائله واعر فهمتي. وحق الله الا عرفتي بحال شي واحد كتقول ليه الصاط نزل غادي تقتل راسك وتيقول لك لا صبر راك وتيسلح بالشي الواعر على راسك وكتقول لها على عرض الله الا ما نزل غادي تموت فهمتي. تيقول لك لا صبر والله تنوريك بلا على عرض الله الا ما نزل غادي وباقي كيلوي الحبل على راسو وفي الاخر كينقص كاين منهم اللي كينجا هو اللي كيخلص الكريدي اللي عليه اوكي كاين منه ولكن المهم واخا تيخلص الكريدي اللي عليه نتفاهموا على هذه اللقطه. كاين اللي في الاخر تيقطع داك الحبل ولكن راه المهم تيكون كيتخنق المهم راه لا 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 لا, لا, لا سمحت لك الحياه ما عرفتش ماشي كلشي محدود باش يشوف هذا لوكا. هذا تشوف شي واحد نجا من الانتحار. انا شفت جوج ديال ليك شو هذا لوكا وانا صغير واحد في السبيطار السبيطار ميليتير جا اللور ديال بنو سينا في مراكش. كان واحد جاي هكا عيني حمرين فهمتي واحد الحاله فهمتي قال لك هذا راه جابو ينتحر غير الجيران سمعوا كيغوت وجاو قطعوا ليه الحبل فهمتي. وشفت كاخر ديال واحد عاوتاني حتى هو الواع على راسو الحبل ونقز وتنادم مع الحال وبقى تيفركل وتيغوت حتى جاو عباد الله نفس فهمتي. المهم ما كاينش شي واحد ملي كتنقز ما كاينش شي رجوع يعني هكا بلا تكون خلصتي الثمن فهمتي. ديك تقشيتي الصوت فهمتي تقشيتي مزيان ما وفهمتي شو واحد يقول لي واحد الصوره خاصي مو كاع كترسمها كاع خايبه لهاد الدرجه هادي. لحقيتاش المضافكرز اللي جايين اللي هما خوتنا
ولادنا ولاد الجينيراسيون الصغار ما خاصهمش تزرفوهم في هذا الشيء ديال الطوموبيل. علاش كتوري دوك المشاعر الزوينين؟ لا اجي نوريك انا، اجي نوريك انا الواقع كي داير، اجي نوريك راه خوتنا راه كيموتوا بالليل، اجي نوريك راه فهمتي تلقى المدير ديالو كيشتف عليه بحال هكا وصابر، تيشتف عليه هكا وتيشتف عليه هكا وصابر لانه الزكريج ما يقدرش يقول لي بحالي انا مثلا او جيف ا فاك ساد هاد الشريك. وحنا عارف فهمتي حنا يا رناشط وما حد كتعامل مع الحياه بهاد او جيف ا فاك، الحياه كتعطيك وما حد كتبغي درهم والدرهم تيهرب، وما حد كتجرجر على شي حاجه هكا الحياه مقاد، ما حد كتبغي شي حاجه وكتقاتل عليها ما كتجيش، وما حد كدير اللي عليك وجات ما جاتش كتجي او جيف هادشي اللي خدام في هاد الحياه هادي او جيف ا فاك، دير اللي عليك وما تسناش المقابل، وغادي يجيك المقابل وغادي يجيك الدوبل ويقدر يجيك 10 المرات. ولا كنتي زعما كدير، ولا كنتي زعما كدير اللي عليك، اللي عليك فعلا انت راجل مزيان وكدير اللي عليك وكتقاتل وكتدفع الثمن، وانا هو اللي كنجير، وانا هو اللي قاسيت، وانا هو اللي عانيت، ويصط منك بزاف منك بزاف الله يحسن العون. للاسف للاسف ملي كانوا كيبروغراميو كانوا كيبروغراميو السوفت وير ديال 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 هاد البلاصه هادي فاش عايشين، كانوا كيبروغراميو باللي الا كان هاد النوع هذا تيدير بحال هكا بليزي بقاو تبعدوا عليه ديك الحاجه بلا ما يشدها، فهمتي؟ وعطيو للمادافاكرز اللي غير ناشطين اولويز ذي سي وو جيف ا فاك وخدامين وناشطين وما كيتسناش، وعطيناها ليه غادي يفرح، ما عطيناهاش ليه ما عادش يتسوق، هذا هو اللي من تعطيه.